السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على وكالتكم العقارية أجونس إيموبيليا الرضا في عرض جميل جدا بمدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية، من أجمل الضيعات الفلاحية بمدينة مكناس، ضخامة تبارك الله، فيلا روعة 320 متر، بيسين أولمبيك 17 متر على 7 ديال المتر، كلها مغروسة بالزيتون 15 هكتار، ثمن جميل جدا 850 مليون. التواصل معنا والاستفسار مرحبا بكم على 0661 24 98 72. عدنا اليكم متابعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم على وكالتكم العقارية اجونس ايموبيليا الرضا. العرض ديال اليوم عرض جميل جدا، هذه اللي تحت منا فيلا من اجمل الفيلل اللي موجودين بمدينه مكناس تبارك الله، فيها 320 متر للبنيه ريد شوسي، بيسين اولمبيك 17 متر على 7 المتر، دونك بلا شومبر تكنيك ديالو، الفيلا تجهيزات خارقه للعاده، غادي ندخلوا نتساراوها من بعد. الور هاد ال 15 القطار فيها كلها زيتون، دونك 10 مغروسه كبير الزيتون، وخمسه هذه اللي تحت الفيلا مباشره تحت منها راه عاد كتغرس. دونك الفيلا كي لاحظتوا كاين واحد الميوغ طاير بها كامله، وعلى اليسار كاين واحد الميوغ سوتينمو فيه حتى 7 المتر ديال العلو، لان التيران اكسيدونتي، دونك مول الفيلا ارتاع انه يكاليها مزيان باش تكون نازله على الصح. دونك تلاحظوا دابا الشكل ديال الفيلا تبارك الله روعه. دونك على اليمين ديال الفيلا كاين كراج ديال السيارات، غادي ننزلوا له لابيسين، راه حنا شهينا نكون فيه من البدايه. الور الحد ديال البلد هو الشوكه ديال على اليسار ديال الفيلا، هما كتشوفوا الكرياج. دونك هذه البلاد هي اللي عاد غتغرس بالزيتون، حاليا مضروبه الحفره، كلشي الزيتون مخلص ناضي، دونك غادي تغرس عما قريب ان شاء الله في شهر السعود. الور الكرياج هو هابط حتى للزيتون، والجميل ان هاد البلاد عندها واحد المنظر طبيعي خلاب. الور كما كتشوفوا واحد الزرب هذاك راه واد هو الحد مع البلاد، ومشى الزيتون غادي مع الحد ديال الواد. دونك كاين الناس اللي كيستغلوا هاد الواد لان كيبومبيو منه الماء. حنا هنايا في الفيرما عندنا جوج ديال الابار كافي الفيلا تبارك الله كابرين، كاين جوج البيار فيهم الماء موجود، واحد تقليدي عربي وواحد صوندا. الور لا ليميت هي باينه هو داك الزيتون، الكرياج البلاد كلها مسيجه. حنا رجعنا لديك الخمسه القطارات اللي عاد غادي تغرس. كاين واحد السكن ديال العساس ها هو في جانب الفيلا على اليسار، وكاين كوري تيدار فيه الغنم والبقر كبير، المساحه ديالو كبيره اكثر من 400 متر. كاين واحد الباسن صغير دايرينو السوفورم دو غولي، يعني البيير تيخوو فيه ومنو تيهزو البومباج، تيهزي واحد 20 طن، مي سافا سي اون ستاسيون دو غولي كما كنقولو. الور هادي هي الدار اللي قلنا لكم ديال العساس، حتى هي راه كبيرة فيها واحد 350 متر ولا 400 متر، والكوري هو اللي على اليسار، دونك فيه لابارتي اللي هي مسقفة، فيه بارتي عريانة. دونك لا ليميت البلاد دابا طالعة للفوق، لأن البلاد راها شوية أكسيدونتي، مي كلها مخدومة. دونك هذا الزيتون آخر حنا نطلعو معاه، هاد الزيتون راه عندو أزيد من 15 سنة، يعني منتج الغلة ديالو تبارك الله. وهاد الحيط هاد الجبل اللي تيبان لكم تا هو داخل في البلاد، حتى داك الزيتون الفوقاني حنا الور كما كتلاحظوا لونطري برينسيبال ديال الفيلا هي معزول على لونطري ديال الدويره وديال الكوري، باش كتكون واحد لانتيميتي ديال الفيلا. من بعد الدوره الجويه غادي نجيبكم ان شاء الله تشوفوا داخل الفيلا الداخل، باش تكتشفوا معنا المزايا ديالها والتقنيات اللي خدم مول الفيلا
في هاد الفيلا في البناء ديالها، وكنتوفروا على فيديوهات وعلى تصاور من بدايه الاشغال ديال الحفر والسميلات وداكشي كامل راه عندنا. يعني السيد خدام دي فيش دي نورم تكنيك، السيد من مغاربين المقيمين بالخارج، دونك داير داكشي بطريقه بروفيسيونيل. تنحييه تحيه كبيره بزاف الصديق ديالي. عودنا المكان الانطلاق وغادي ندخلوا للفيلا لداخل، تسراوها معنا ما تزابيوش. السلام عليكم مره اخرى متابعينا الكرام. دونك حنا دابا في الجهه ديال الفيلا. الوغ بغينا نعطيكم فكره على لو بلون ديالها من بعد ما شفتوه من السما. دونك الوغ هنا ادروات على اليمين كاينه لا شومبر بارونتال بالدريسينغ ديالها بالصال دو بان ديالها، وهنا على اليسار كاينه اون دوزيام شومبر حتى هي بالدريسينغ ديالها بلا صال دو بان ديالها. الوغ لداخل كاينه اون تري كروند ريسبسيون تبارك الله. الوغ هاد لا بيسين اللي شفتو امامكم راه سي اون بيسين داكشي التمجهد تبارك الله، فيها واحد لي في ميغواغ، دونك فيها 17 متر في الطول على 7 ديال العرض، فيها لا شومبر تكنيك ديالها. دونك ندخلوكم لا شومبر تكنيك تشوفوها عن قرب، فيها لي فيلتر كلشي دو مارك بروفيسيونيل. الوغ هادي هي لا شومبر تكنيك. طابلو دكوم. الوغ غادي ندخلو بكم دابا للفيلا. فيلا راه مبنية بدي نورم اونتي سيسميك، ان تيران اغريكول، دونك خص تاخد جميع الاحتياطات باش يكون البني بطريقة بروفيسيونيل. دونك هادي هي لا ريسبسيون، هادي اون ريسبسيون. دونك عندها لا بورت برينسيبال هي هادي، دونك هنا كتدخل من الاكستيريور. شوف الباب كي داير، هاد الباب راه 45000 درهم. هادي لونتخي برينسيبال ديال الفيلا. الوغ غادي ندوزو لا بروميير شومبر. هادي دونك انت جالس في لو صالون وشوف المنظر الطبيعي اللي قدامك. مازال غادي نصور لكم بالدرون في الليل باش تاخذوا فكره ديال الفيلا وديال برا. دونك هادي لا شومبر بارونتال، دونك عندها اطلاله جميله جدا على لا بيسين، وفي نفس الوقت على الطبيعه. الوغ هنا كاين غيكون بريسينغ، راه فيها الشوفاج الكتريك سونتراليزي، وفيها لا كليم سونتراليزي. دونك هنايا كاين الدوش، هنا غتكون واحد الزجاجه باش تفرق لا شومبر كوشي مع سال دو بان هنا اللي غتكون، والطواليت سوسبوندو هي الانستالاسيون ديالها. هنايا غيكون ساش سيرفيات، دونك داكشي بروفيسيونيل. وخلاص الزليج كلها راه كومباكتو. هنا غتكون ان كويزين امريكان، هما لي انستالاسيون ديال كلشي ديال لافلانج ديال لافيسيل كلشي هنايا، وكاين ان سيستيم دالارم بلاتي ونوصلوا ليه. دونك هنا غتكون عنده واحد الصونا على الانتيريور، هادي بلاصتها فيها الدوش ديالها كومبلي. دونك حنا عندنا هنا واحد سيستيم دالارم، كاع لي بورت عندهم واحد لي سيستيم دالارم هما هادو. دونك اون فوا كتدخل خصك تدخل الكود، عندك واحد 10 سكوند سينو لالارم سو ديكلونش. دونك كاينه هنايا في لا بورت اللي كتخرج لا بيسين، وكاينه هنايا في لا شومبر اكوشي. في لي دو شومبر اكوشي ها هي، وحده
علاش؟ لان هنا كاين بورت داكسي، دونك الا دخل اي واحد من هنايا خصو يدخل الكود، سينو لالارم سو ديكلونش اوتوماتيكمون. دونك هنا غتكون لا طابل ديال لا كوزين تحت القبص، دونك لا ديكوراسيون ديال القبص كتعطينا نظره على شنو غيكون لتحت. هنا غتكون اون كروند سال، اون كروند طابل فيها واحد 8 ديال الكراسي ولا 10، غتجي ديريكتومون تحت هاد لو ديكور ديال القبص هنا، وعندها لا في ديريكتومون على لا بيسين. هنا كاين بلاصه ديال لا تيليفزيون اونكاستري، وهنايا على حسب هاد القبص اللي كاين الفوق غادي يكون هنايا واحد الجلسه بلي فوتوي دايره اون فاس لا تيليفزيون. هادشي اللي كتشوفوه مازال محفور، غادي يدوز كله بالرخام. هنا كاين دوزيام الارم، وكاين طابلو دو كوموند ديالو، غادخل الكود 10 ديال الثواني. شوفوا لا كاليتي ديال لي ماتيريو باش خدامين، دونك سي كلشي في الحقيقه لا مارك. شوف لي بورت كيفاش دايرين، لا كان كاين غير شي واعر. دونك هادي شومبر ايدونتيك لهاديك لا شومبر بارونتال، حتى هي بلا سال دو بان ديالها. غادي تكون هنايا واحد الزجاجه كحله كبيره كتفرق الحمام على لا شومبر. هنايا كاينه بلاصه تواليت سيسبوندو، ها هو الشكل ديال التواليت اللي غادي تكون. دونك راه كلشي مكوموندي، كلشي محطوط، خصهم غير يركبو. الوغ هنايا حدا لا شومبر كاين لو دريسينغ، هو هذا. ملي كنقولو دريسينغ راه تبارك الله الضخامة والعظمة. الوغ هاد لا شومبر حتى هي عندها في على الطبيعة، طابلو بانوراميك طبيعي من عند الله سبحانه وتعالى، وكاينه في سيغ بيسين. مي ديريكتومون تسيق من النعاس بلونجي ضرب واحد 10 ديال لي زالي غوتوغ ديال البراس، وانت قلدة مع راساتك تبارك الله. دونك غادي نخرجوا معاكم برا تشوفوا سميتو، شوفوا العرض ديال الباب، نسيت ما وريتكمش. شوفوا لا بورت شحال عريضه تبارك الله، لو سيستيم ديالها. الناس راهم عارفين دابا هاد النوع ديال الابواب شحال تيسوى تبارك الله. الباب في العرض ديالو مع الشامبره ديالها راه 50 سنتيم. دونك هنايا في لا بورت برينسيبال كاين هاد لي ليد تيشعلوا في الليل، مازال ما راكبينش. كاين هنا واحد الشلال، هاد البلاصه اللي كتشوفوا دابا راه غادي تضرب بالكودرون، غادي تزفت. هنا كاين ان كاسكاد عندها لا كوموند ديالها وداك الشيء كلشي. هنا كاين كراج ديال لي فواتور تيهجوج، وكاين هنايا ان شومبر تكنيك فيها كاع داك الشيء ديال الموضوع، يعني لا اوكا دو بان كتجي لهنا لا شومبر ديريكتومون كتخدم. الوغ عندنا لي كاميرا دو سيرفيونس كيما كتلاحظوا، ها هما كاينين في لي كاتر كوتي ديال الفيلا. دونك هادي وحده، راها الثانية. هنا كاين الضواوات، شي تيشوف فوق شي تيشوف لتحت، وكاينه كاميرا أخرى. دونك في لو بور ديال لي كاميرا كاينين عندو 8 اللي راكبين، دونك كلها سيكوريزي. كاين هنا هاد لي بانو بتاع الجارت تيشعل فيهم الضو كيخرج من هاد القوادس هادو اللي كتشوفو، تيطلع الضو منهم تيعطي واحد لا ديكوراسيون واعرة. وحتى الفوق كاين الضو. الو راه كلها دايره الفيلا بالكازون، داكشي تبارك الله واعر. هنا كيما كتشوفوا هاد التراب ما غيبقاش، هو هذا. دونك غادي يكونوا دي جاردان جابوني، جاردان جابوني بداك الكياس الابيض ولي كاكتوس وداكشي. دونك هادي لا ليميت ديال الفيلا. اونكور اون فوا الكاميرا دو سيرفيونس تبارك الله. غادي نوريكم كما قبيله قلت لكم المير دو كلوتور اللي داير بالبني، شي حاجه اللي واخد الفلوس بزاف لانها العلو. رغم هنا كيبان الحيط على حسب لو جاردان صغير، ورت تقريبا واحد المتر ولا متر وعشرين، من برا كاين اكثر من 7 المتر. يعني شوف شحال ديال الخدمه تاخذت هاد الارض. دونك هذاك هو الكرياج، هو لا ليميت. ومنظر طبيعي جميل جدا تبارك الله. غادي نعاودوا معكم دوره بعد ما يظلم الحال ان شاء الله، نكملوا معكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم متابعينا الكرام بعد انتظار واحد ساعتين على ما طاح الظلام مزيان باش نشوفوا الجمالية ديال هاد الفيلا وهاد الضيعة في الليل. دونك هنا واحد لو ميغ شيت دو كيتسمى ميغ شيت دو. دونك شوفوا تبارك الله على ديكور تيعطي تيسحر العين جميل جدا. شوف شوف تبارك الله راه عنده واحد البروجيكتور فوق غير مازال ما ركبوش. دونك الفيلا راه اون كور دو كونستركسيون اي دو فينيسيون. الو عندنا الكراج فيه 7 المتر ديال العرض على 6 بورت باسكولونت ايزولونت. دونك شي حاجه سير كوموند مديوره حيت ما تلقاش هاد لي ميزور هادو كما كتلاحظوا. دونك ميكانيزم سبيسيال الله يسخر. عندنا هنا ان شومبر تكنيك فيها كاع لي كوموند ديال الضو ديال الشوفاج. دونك هادي كاع الانستالاسيون الكتريك ديال الفيلا. هنا عندنا لي كاميرا دو سيفيونس. دونك عندنا 12 الكاميرا شادين كلشي دونك كونيكسيون بار واي فاي. عندنا هنا لا بومب ا شالور لان الارض كلها لو بلونشي شوفو. وعندنا لا بومب كلشي هنايا لا كوموند ديالو كتحكم الفيلا كلها. هاد لا شومبر تكنيك اون كا دو بان كتجي ديريكتومون هنايا. الوغ هادي لونتري برينسيبال ديال لا فيلا دونك دخله ملكيه تبارك الله. الوغ مازالين بزاف ديال لي سبوت اللي راهم ما راكبينش. هنا ادروات كما هضرت لكم راه كيكونوا تيشوفوا الفوق والتحت وكاين واحد الليد غيدوز من الراس حتى للراس ديال البلونشي ديال الفيلا. دونك البلافون كله غيكون فيه الضو. وهاد لي تروا بانو حتى هما غيكونوا الضو خارج من الارض وضرب فيهم ثلاثه مازال ما ركبوش. اون توكا غادي ندخلوا دابا لا فيلا ان شاء الله. دونك راه البورت كما هضرت لكم قبيله بورت اون بوا ماسيف تقريبا لا فالور ديال واحد 45000 درهم. هانتوما شو دابا مع لي كرياج كيفاش كتبدل الشوفه. الضو تيعطي واحد الجماليه اخرى. وكل ما قلت لكم ان كل بانو كاين في السقف ديال القبص تحت منه كاينه جلسه سبيسيال. دونك هنايا حدا لا طابل تي في كاينه حدا هنا كاينه تكون لا تيليفزيون اونكاستري. وكاين تحت منها هنا غتجي واحد لا شوميني الكتريك تضرب من الراس حتى للراس. هنا السقف تحت من هاد لو ديكور سبيسيالمون غيكونوا دي فوتوي تيشوفوا لا تيليفزيون. اوكي الوغ هنايا عندنا كما كتلاحظوا واحد البانو ديال القبس في السقف. دونك جوست هنا لتحت تكون واحد لا طابل بلا شيز ديالها عندها في سور بيسين. هنايا اغوش عندنا لا كويزين امريكان شي حاجه توب. راه كاع لي زانستالاسيون كاينين ديال المسائل اللي هضرنا عليهم قبيله ما نعاودوش نكثروا عليكم الهضره. كاين لي سيستيم دالار ما راه حنا هضرنا عليهم. كاين الصونا كاين لي شومبر بالدريسينغ ديال كومبلي. دونك هنا عندنا خرجه اطلاله حول لا بيسين جماليه رائعه تبارك الله مع الضواوات كيتشونجاو لي كولور ديالهم. هنا راه عندنا دي بورت كوليسونت كلشي بالبي فيتري دونك كلشي كيتحل افو. دونك كما كتلاحظوا البيبانه كاين ثلاثه السكات في الارض يعني راه كلشي تيمشي فهمتي. كوليسونت كلشي كتحل كاع اللي بغيتي انت يعني ماكسيموم كتولي عندك لافي سور بيسين دو ا جوسكا زيد. مع هذا المنظر الجميل نعاودو نذكركم بالمعلومات باش نساليو لا فيديو ديالنا. دونك ضيعه من اجمل الضيعات بمدينه مكناس قريبه بزاف لمكناس. نقول لكم واحد 7 ديال الكيلومتر ولا 6 على مدينه مكناس. دونك فيها 15 هكتار كاينه 10 مغروسه بالزيتون تيغل تيعطي الغله وكاينه 5 راها غادي تغرس عما قارب. كاينه الفيلا مبنيه على 320 متر بيسين اولمبيك 17 متر على 7 متر داكشي بروفيسيونيل دايره بواحد المير دو كلوتور ومير دو سوتينمون. ما نقول لكمش داكشي فلوس صحيحه. الثمن المطلوب 850 مليون. التواصل معنا والاستفسار مرحبا بكم على 06 61 24 98 72. السلام عليكم.